بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم وبياكم في موضوعنا الجديد اللي هو Optical Filter. هذا موضوع من الكورس الأول، أجلت الكورس الثاني لأن له علاقة بما راح نسلسل بالمواضيع. Optical Filter يعني ماكو بين أحد ما شايفها قسم من عدها، يخلونها بعدسات مال النظارات اللي هي بالألوان وغيرها، يعني هاي تعكس وتمتاز وإلى آخره. بس هي بشكل عام هي تكون من طبعا إذا ديفايس ذات سيلكتيف تنفذ ترانسميتس لايت أو ديفرنت ويف لينث اللي هي أطوال موجة مختلفة، جولي إبليمنتات. طبعا هذا تصنع من على سطوح من الزجاج أو البلاستيك من أوبتيكال باك which either died in the bulk or have interference coating، يعني أما يصير بيها بأنه هاي المواد أو الأشعة العفو الضوئية أما تنتهي بداخل بالعمق أو يصير بيها عمليتها داخل نتيجة طبقات اللي ما طلع. The optical properties of filter are completely described by their frequency response. طبعا هاي الفلترات عادة ممكن شرحها على مبدأ الاستجابة للتردد which specified how the magnitude and phase of each frequency component of an incoming signal is modified by the filter. زين. Filter mostly belong on to طبعا هاي الفلترات عادة تصنف بشكل فيزيائي على مبدئين، أما يكون مبدأ الامتصاص أو مبدأ الانترفيرنس اللي هي دايكرويك فلتر. طبعا هذا النوع الثاني هو الأهم اللي هنسميه انترفيرنس أو دايكرويك فلتر. الأوبتيكال فلتر سيلكتيف ترانسميت لايت إن بارتيكولار رينج أوف ويفلينث، طبعا هي عادة هاي الفلترات الضوئية تصمم حتى تعبرنا طول موجي أو لون محدد وتمتص المتبقي while observing the remainder. They can usually pass long، أما أنه تكون تعبرنا الطول موجية الطويلة فقط long pass أو الطول الموجية الصغيرة اللي هي short pass، أو بعض الحالات تمرر حزمة من هالأطوال الموجية أو سو بلوكينج، يعني سيد بوث لونجر اند شورتر ويفلينث اللي هي باند باس فلتر. مع الأسف ما عندي إمكانية يعني أشرح لكم إياها شلون تصير هذه، إنه يعني كصور باند باس فلتر يعني قص من اليسار ومن اليمين وطلع فقط هذا الطول الموجي المحدد. The bass band may be narrower or wider، طبعا يعتمد هذا على الاحتياج، أما يكون ضيق أو عريض. The transition or cut off between the maximal and minimal transmission، طبعا هنا يكون بي من الطرفين يعني يشذب لنا إياها ويطلع لنا بس البيك اللي احنا نريدها. Transmission can be sharp or gradual، أما يكون حاد أو تدريجي. There are filters with more complex transmission characteristics، for example two peaks rather than single peak. بعض الحالات أنه نحتاج two peaks، كل واحدة نحتاجها في موقع معين. These are more usually older design، هذا هو عادة traditional use بالفوتوغرافي. Filter with more regular characteristics are used for scientific and technical work. Optical filters
are commonly used in photography. يعني يستخدم في التصوير. Where some special effect filter are occasionally used as well as absorptive filter. In many optical instruments and color stage lighting. طبعا الاستخدامات العامة أو المهمة عندنا هي بالإسترونومي بالفضاء والفلك. Optical filter are used for restricted light passed to the spectral band interest. طبعا هذا هو المهم بيها إنه إحنا نريد شو وقت أو ما نحتاجه من الطول الموجي للمحدد اللي نستخدمه. وعادة نكون هاي لستدي للإنفراريد راديشن without visible. طبعا تعرفون انه الاسترونومي والكوميونيكيشن يحتاج الى فلترات تشتغل وين بس منطقة الايار which would طبعا ما نحتاج visible which would affect film or sensor مثل ما سبق وتحدثنا عنها and over the way the desired infrared optical filter are also essential in fluorescence applications. طبعا تعرفون fluorescence application هي تستخدم لقضايا diagnostic تشخيص لقضايا المواد اللي يستخدم بالمجاهر اللي هي فلورسنس مايكروسكوبي and فلورسنس مايكروسكوبي يعني اثنين فلورسنس وفوسفورسنس العفو مايكروسكوبي وسبكتروسكوبي. Photographic filter a particular case of optical filter and much of the material here applies photographic filter. طبعا الفلترات هي قضايا التصوير تستخدم عادة إذا كانت قضايا الفلكية خاصة أو قضايا الأقمار الصناعية. Do not need accurately controlled optical properties and precisely defined transmission curve of the filter designed for scientific work. طبعا هذه المسائل المهمة قضايا التصنيع انه يطلبون مثلا بهلقة رينج من الاطوال الموجية انه نريد نصنع حتى يعبر لنا and sell in larger quantities at correspondingly lower prices than many laboratory filters. Some photographic effect filters such as star effect filter اللي حكينا عنها بالقضايا اللي قلنا عليها بالاسترومي هذه are not relevant to the scientific work. يعني ما هذه طبعا هنا عندنا 14 نوع تبتدي بالابزورباتيف ودايكرو فلتر اللي هن هذني بالمناسبة هذني منا دايكرو فلتر مونوكروماتيك فلتر والانفراريد واليوفي والنيوترال دينسيتي وذني لونج باس باند باس شورت باس. طبعا ذني هن الاستخدامات الشائعة قضايا التصنيعية والبحوث العلمية. البقية يعني هاي من قد مود ريزونس فلتر وميتال مش فلتر بولارايزر والارك بولدينج والويج فلتر هذني كلهم يعني شغلات خلينا نسميها مو ذات الأهمية بس انه يستخدم تعطوا انه الارك ولدينج هذا يستخدمون الناس اللي يستخدمون قضايا لحام متل عيونهم. بس أكثر شيء تستخدم دايكرو فلتر لو انترفيرنس مثل راح نسميه والمونوكروماتيك أيضا فلتر هذا طبعا إحاد الموجة يطلع لنا كل شحاد والإنفراريد اللي هو أما يمنعنا أو يعبرنا ونفس الشيء بالنسبة لليوبي يعني الإنفراريد واليوبي فلترز نحن يستخدم الغرض أما يعبر أو يقطع. نيوترال دنسيتي هذا حالته تختلف هنا اللونج باس بس يعبر لنا الموجات اللي يعني اللي هي بجزء البعيد وباند باس هيعبر لنا بس يقطع لنا من اليمنى ومن اليسرى والشورت باس يعبر لنا فقط الشورت ويف لينث هذا اللونج لينث باس فلتر احنا قاعد نسميه والجايد مود ريزونانس فلتر قلت لكم عليه منا الى ان تنتهي بالويج فلتر مودات اهميه بالنسبه للشغل. الابزرب فلتر هذا
شغلته يعني عادة معروفة إنه هذا بالاستخدامها بالقضايا الناس تلبسها النظارات. أزرت فلتر are usually made from طبعاً قلنا على أمام زجاج أو which various or inorganic or organic compound have been added. طبعاً نضاف لها هي المواد أما عضوية وغير عضوية. These compounds absorb some wavelength of light while transmitting other. يعني تمتصلنا الأشعة قسم الأشعة وتعبر لنا قسم من عدها. ممكن إن هواي تكون مكان مع الزجاج تكون على البلاستيك. وهاي الأنواع مالتها اللي هي الأرضيات مالتها توبودوز جيل فلتر طبعا تكون على شكل جيل which are lighter and cheaper than the glass based filter. إذا استخدموا هذا النوع يكون هو أرخص وأخف يعني بس بالمناسبة عمره ما يكون مثل ما عمر هذا وأيضا تقنيته تكون أفضل لكلاس من البلاستيك. هنا نجي طبعا هاي قلنا على هذه الاستخدامات تعرفون بها بالقضايا انعكاس الشمس وغيرها والأضواء الساطعة يستخدمون بها الأبزورب فلتر. الدايك فلتر هذا هو مهم أنه الدايك فلتر also called reflective or thin film interference filter. يعني ممكن واحد يسميه interference filter أو reflective filter thin film. طبعا هذا يستخدم ملتي لاير بالمناسبة ملتي لاير أنه وهذا الاستخدامات فقط بالقضايا الصناعية أو بالقضايا الإلكترونية أو بالقضايا العسكرية كان be made by coating. طبعا هذا كان شغلي بالمناسبة by coating a glass substrate with serious optical coating. Serious of optical coating معناتها multi layer. Dielectric filter usually reflect the unwanted. طبعا هذا يستخدم هالنوع هذا انه يعكس لنا اللي غير مرغوب بها من الجزء من الضوء ويعبر لنا الباقي من الضوء اللي هو احنا نحتاجه. دايلكت فلتر طبعا بعض الحالات يستخدم هذا كبيم سبليتر بعض الحالات يعني جزء بجزء وايضا يستخدم كروزينيتر بالليزرات. دايلكت فلتر يوز ذا برينسيبل اوف انترفيرنس يعني تداخل. وموضوع التداخل شو يسوي هذا انه مكانات شو يسوي لها عمليه اتنويشن ويعني قصدي قسم من الاطوال الموجيه لا يعبرها. their layers form sequential series of reflective cavities that resonate which with desired wavelength other wavelength destructively cancel. طبعا هنا أنا أكو بيها يصير بيها تقوية للأطوال الموجية اللي احنا نريدها محبذين نريد ندخلها والبقية لا يصير بيها destructive cancel or reflected as the peak and through the waves overlap. طبعا يصير بيها هذه واحدة تاكل الأخرى. ذلك فكتر particularly suited for precise scientific work. قلت لكم هذه هي من أهم النوعيات من الفلاتر القوية اللي تستخدم بالقضايا العلمية. Since their exact color range, طبعا هنا exact color range هاي نقول موجود can be controlled by the thickness and sequence of the coating. يعني sequence of coating يعني layers مقصود بيها. Multi layer. طبعا هاي multi layer هاي اندكس ولو اندكس وبناتهم في الطبقة اللي هي تسوي matching. They are usually much more expensive and delicate than absorb filter. طبعا هذه مناسبة تكون مكلفة وبنفس الوقت تكون إلى درجة تكون حساس أو يعني واحد يكون يعتني بها أكثر من اللازم مو مثل ذيش اللي absorb filter. They can be used in a device such as dichroic prism. طبعا دايكروك بريزن وبالكاميرات تو سيبريت بين اوف لايت مثل ما حشيت في البدايه انه كانما بيم سبليتر اوف لايت انتو ديفرنت كلرز كومبوننت. هنا يسوي بيها بين سبليتر احنا نسميه. طبعا هذا من شغلات البيزك ساينتفك اللي هي فابري بيروت انترفيرومتر. ات يوزز تو ميرر. طبعا هنا يستخدم
بالمناسبة هذا يستخدم بالرزونيتر، احنا قلنا عليه بالفابري بيروت، يستخدم واحدة بارشيلي واحدة فولي ريفليكتد اللي يصير كابنتي. It pass wavelength that are multiple of the cavity resonance frequency. هنا are another، طبعا هذا إلتون، are another variation transparent cube of filter fiber عفو which polished and from mirror form a mirror. طبعا هنا يصير من يسقلونه يكون على شكل مرآة tuned to resonate with a specific wavelength. يقول موجي these are often used in separate channel in telecommunications network that use wavelength division multiplexing on long haul optic fiber. طبعا هاي هي واحدة من الشغلات اللي احنا مستقبلا راح تكون ضمن شغلتنا اللي قلت لكم عليها اللي هي تيليكومنيكيشن. هذا النوع من كنا على دايكرون فلتر او انترفيس فلتر، هاي واحدة من الشغلات اللي احنا جاي ان ليش قلت لكم هذا مهم لانه نحتاجه. المونوكروماتيك فلتر من اسمه من عنوانه انه هذا يعبر لنا فقط الموجة محددة، طبعا هذا ايضا يكون مو بالسهولة واحدة صنعه، هاي كانت ايضا من الشغلات اللي كنا مكلفين بيها. Only allow a narrow range of wavelength, essentially single color. يعني طول موجة محدد اللي يعبر فقط. طول موجة يعني لون معين مثلا، بس الأخضر، بس الأصفر، بس الأحمر إلى آخره. هذا النوع مونوكروماتيك. الانفراريد أيضا مهم بالنسبة للشغلات الساينتيفيك والصناعية اللي هي قلنا على الفتير من الانفراريد فلتر كان بي أمبيوز as it may be applied to filter to pass infrared or blocked. طبعا هنا يكون اما ياخذ يعني اتجاهين، اما يحجز لنا او يعبر لنا طول الموجة او الIR. infrared passing filter طبعا اما يسمى blocking او passing filter، طبعا هنا عادة يستخدم ك passing filter are used to block visible اهم شيء هذا light but pass infrared they are used for example in infrared photography. معروف ان infrared photography يستخدم بيش قضايا الفضاء. infrared cut off filter are designed to block or reflect infrared. طبعا هذا هنا cut off، ذاك قلنا عليه passing filter. infrared passing filter هذا cut off هنا يحجز لنا block يعني or reflect infrared block or reflect wavelength but pass visible light. هذا يستخدم. هذا mid infrared filter are often used. طبعا هذا mid infrared filter often used as a heat absorbing filter in device with a bright incandescent light bulb. طبعا هذا من واحد يستخدمه يمتص هاي الأشعة اللي مؤذية للعين such as slide and overhead projector. طبعا هذا هو heat absorbing يكون filter to prevent unwanted heating due to the infrared radiation. There are also filters which are used in solid state video camera to block IR due to the high sensitivity of many camera sensor to unwanted near infrared. هذا near infrared يكون معلوم انه يكون heating او ولدنا حرارة اللي هي غير مرغوب بها. اليوبي هو نفس المبدأ ما ذاكر الانفراريد، طبعا يشتغل هنا قلنا عما اما بلوك او ترانسميت. فلتر بلوك يوبي راديشن بات ليت فيزيبل لايت، هنا يصير عندنا كات لهذه بيكوز فوتوغرافيك. طبعا مع الفوتوغرافيك اليوبي ما يستخدم فيلم. ار ديجيتال سنسر ار سنسيتيف تو يوبي ويتش از اباندنت ان سكاي لايت. طبعا هذه ايضا بالقضايا اللي هي قلنا عليها الاسترونومي ما يستخدمون هذا النوع من اللي هو كات اوف يو في فلتر. But the human eye is not such light would if no filter out make photograph look different from
the scenes of visible طبعا باستخدام اذا كان اذا دخلت اليو بي لايت طبعا العين المجرده او يكون هنا الصوره راح ما تظهر مثل ما واحد يشوفها. For example, making image of distance mountain appear and naturally hazy. And you الاضطراب او اليت بلوكينج فلتر render image closer to the visible. طبعا باستخدام هالنوع التصوير يكون عندنا اكثر واقعيه من الطبيعه. As with infrared filter, مثل ما قلنا مثل ما استخدم الانفراريد فلتر, there is a potential between UV blocking and UV passing. هنا نفس الشيء. The latter are much less common. يعني مقصود به هنا UV passing ما هذه. And more usually known as electricity as UV pass filter and UV band pass filter. زين. Neutral density. Neutral density هذا filter have constant attenuation. يعني شنو؟ يعني هو يسوي تخميد element across the range of visible wavelengths. هذا neutral density filter have constant attenuation across the range visible of visible wavelengths and are used to reduce the intensity of light by reflecting or absorbing portion of it. طبعا هذا يسوي attenuation بيش عن طريق بيقلل شدة الإضاءة أما بالانعكاس أو بالامتصاص لجزء من عدي. They are specified by optical density يعني هاي يسمونه of the filter which is negative of common logarithm of transmission coefficient. طبعا هنا يكون نيجاتيف ترانسميشن كوفيشنت مالته يعني عادة المفروض ترانسميشن كوفيشنت يكون موجب هنا بالمغربي يكون نيجاتيف يعني ما يعبر يعني يسوي اتنويشن. They are useful for making photographic exposure longer. هذا يستخدم بالقضايا التصوير اللي هو يكون عندنا لتعرض لوقت أطول. A particular example is making a waterfall. طبعا هذا يستخدمونه أيضا بالقضايا تصوير جو الماء when the photograph is bright light. Alternatively, photographer might want to use a larger aperture هنا عادة so to limit depth of field. Adding neutral من ضيف هذا يسوي بيرمنت this يعني طبعا neutral density filter can be reflected reflector in which case they look like partially reflected mirror. هنا يستخدم ك partially reflected mirror بالاستخدام بالأشعة الكلش البراقة بالتصوير جو الماء or absorb طبعا ما partially reflected or absorptive appearing gray or بلاك حتى ما يأذي العين. هنا عندنا اكو عندنا لونج باس او لونج باس طبعا هذا شنو هو يعبر من الاطوال الموجيه البعيده او الطويله اللي هي خلينا نقول بعد الفيزبل. لونج باس فلتر از ان اوبتيكال انترفيرنس اور كلر جلاس. طبعا هاي بالمناسبه نفس الدايكروك فلتر يعني نفس الطريقه باستخدامها او التصنيع مالتها ايضا يصنع من مالتي لاير. هذا ايضا كان واحدة من واجبات نعم الخير. جلاس فلتر ذات اتنويت شورت ويبلين طبعا هنا الشورت ويبلين يسوي اتنويشن توهين ويعبرنا فقط الاطوال الموجية الطويلة of the target spectrum. طبعا ذني يحجز UV والvisible or infrared long pass filter which can have a very sharp slope. Very sharp slope مقصود به شنو معناته؟ إنه يطلع لنا يبدي ويا الأرضية يعني كأنما هذا خلينا نقول هسه هذا الزيور بشي شكل وبعدين على رأسا يصعد مثل شلون صعد هذا يصعد هالشكل ويستمر
وبعدين بيستمر كل هالشكل وبعدين ينزل. هاي يسمونه لونج باس فلتر او شارب. هنا أنا مثل ما قلنا هنا أنا لونج باس فلتر which can have very sharp slope reflected referred عفوا to as edge filter. edge filter يعني الحافة مالتها تكون حادة إلى درجة. all are described by cut on wavelength at 50% of peak transmission and fluorescence microscopy. طبعا هنا أنا هاي استخداماته إن فلوريسنس فلورة. long pass filter are frequently utilized in dichroic mirror. dichroic mirror تعرفون بيها إنه هنا أنا multi layer mirror أو interference mirror. and barrier emission filter use the older term low pass. low pass طبعا هذا يختلف عن long pass to describe long pass filter has become uncommon. filter are usually described in terms of wavelength rather than frequency. هنا يستخدمون الwavelength long pass wavelength. low pass filter without qualification would understood to be electronic filter. زين هنا الباند شبيه بمن شبيه بال المونوكرومات كأنما بس أوسع شوية يعني يطلع لنا حزمة. حزمة شو المقصود بيها؟ يعني أقدر أوصل لكم إياها وصل دقيق. يعني يجي منا أنا هالشكل هذا وتصعد هالشكل وبعدين يقطع، مو يظل مستمر مثل ما ذي الساعة كنا يمشي بهالشكل هذا، لا، وإنما بس يجي قد يطول الباند. تريد أنت الباند خلينا نقول من 500 ل 600 طلع لك إياه. هاي منا يبدأ 500 يطلع شارب هالشكل يصعد لحد 95% من الترانسميشن وبعدين يستمر لحد 600. من يوصل 600 يسوي قطع، هاي يسمونه باند باس فلتر. باند باس فلتر only transmit a certain wavelength band and block the others. يعني others هم طرفين. the width of such filter is expressed in the wavelength range it leads through and can be anything from much less than an extreme. شوف تلاحظون انه شوف القيمة ما تجيئت، تعرفون الاكستروم جدي قد 10^10 من المتر to a few hundred of nanometer. بتلكم عليها بس باند. such filter can be made by combining low pass and short pass filter. طبعا شو المقصود به low pass combining؟ يعني هذا مو يقطع لنا منا الشورت، يعبر لنا بس الشورت وهذا يعبر لنا بس هذه، فمنا ومنا فيطلع لنا بس الباند فلتر. example of band pass filter are the Erik filter and Faber-Birot interferometer. both of these filters can be made tunable such that center wavelength can be chosen by the user. طبعا هذا يحدد هاليوزر شقد يريد طول موجي او الباند مالته. يعني هي هذا المستفيد شقد يريد. band pass filter are often used in astronomy طبعا بالفضاء الفضاء when one want to observe a certain process with scientific associated spectral lines. Dutch open telescope طبعا هذا الفضاء تلسكوب. Swedish solar telescope are example of play out of Faber-Birot filter اللي يستخدم به band pass filter. short باس فلتر هو عكس اللونج باس فلتر، لهذا بس يعبر لنا الجهة اليسرى. احنا قلنا نعتبرها على شورت فلتر is an optical interference. طبعا ذني كلهم تدعي من دايكور فلتر والمونوكروماتيك فلتر والطبة الكهرباء والحمد لله وشكر زين. ووصلنا اللونج باس فلتر والشورت باس فلتر هن كلهن وحدة، يعني مو وحدة عفوا، كلهن يصنعن بطرق اطلاع مالتي لاير. بس هذا شنو هنا واحد لازم يكون عنده خبرة انه شلون يطلع لنا مثلا شورت او لونج او الباند. طبعا هذه كانت واحدة من الشغلات اللي كنا مكلفين بيها في وقتها. الفلتر از ان اوبتيكال انترفيرنس اور كلرد فلتر جلاس شبيه بذاك فلتر ذاته تنويت لونج. طبعا يعني شو يسوي لها
هنا توهين للونج ويف لينث اللونج ويف لينث اند ترانسميت باس شورت ويف لينث. طبعا ذاك بالعكس يسوي توهين لليوبي والفيزبل ويعبر بس ذاك اللونج باس يعبر انه بس الاي ار. هنا بالعكس سبيكتر يوجوالي ذا يوبي اند فيزبل ريجن هذا يستخدم لتعبير هذا المنطقتين حسب الاحتياج. ان فلورسنس مايكروسكوب هو هذا يستخدم. Short pass filter are frequently employed in dichromatic mirror and excitation filter. طبعا هنا الـ guided mode resonance filter مو هالقد مهم بشغلنا, والميتال مش فلتر ايضا مو هذا. هنا بس يخلون يعني مناخ الواحد عكس الثاني فيعبر لنا اللونج باس او الباند باس او الشورت باس باس فلتر فور ذيس ويف لينث. طبعا هذه طريقه قديمه مو بشكل اللي سبقها. البولاريزر هنا تعرف من بيه انه تعرف انه هذا اشتغل ايضا بالقضايا الاسترونومي اللي هي انا ما اريد يعني هذا مو مهم بالنسبه لنا. انذر كايند اوف اوبتيكال فلتر از بولاريزر اور بولاريزيشن فلتر ويتش بلوك transmit light according to the polarization. تقرون بيها بيعدنا واحد افق واحد عمودي وانت تحت شو تريد انت اياها من عيتهم متعبرة. They are often made of materials such as polaroid and are used for sunny glasses. طبعا هنا عادة يستخدمونها الجماعة بالقضايا السياقة الليلية والنهار. sunny glasses عن photography بالتصوير. Reflection especially from water and wet road surface. طبعا أيضا انعكاسة تجي من إذا أشعة الشمس تسقط على شارع بمي أو رطب. أيضا هذه مو ذي العين فما يقدر يشوف. يسوون هنا partially polarized and polarized sunglasses will block some of this reflected light. تلاحظون allowing an angular to better view below the surface of the water and better vision for a driver. طبعا هذا مثل ما حكيناها. Light from a clear blue sky. طبعا هاي ايضا واحد ما يقدر يباعه للسماء. ايضا يستخدمون البولاريزر فلتر and adjustable filter are used in color photography. طبعا هنا بالتصوير to darken the appearance of the sky without introducing color to another object. And in both color and black and white photography to control spectral reflection, specular reflection from object and water. Much older than اللي قلنا عليه هذي السابقات. Just above this first and some still use fine mesh integrating lens. طبعا fine mesh تعرفون بيها. Polarized filter are also used in view certain type of stereogram so that each eye will see a distinct image from a single source. هذا الارك والدين قلنا عليه هذا استخداماته معروفة حتى ما يهد العين. والويج فلتر optical filter so constructed to constructed that the thickness varies continuously. هنا السمك ماله مثل اما يصير steep or gradient مثل ما كنا سابقا. هنا يكون هذا الويج فلتر يعني مالته constructed that its thickness varies continuously or in steep يعني يتغير اما continuously طبعا هنا gradient or in steep in the shape of wedge. The filter is used to modify intensity, the intensity distribution in radiation beam. It is also known as linearly variable filter. يعني الwedge filter ممكن يسمى linearly variable filter. واضح. It is used in various optical sensor where wavelength separate is required. هايبر سبكترال سنسر طبعا هذا باستخدامات اللي هي فوق ما نصور. على اي حال
الطلاب الأفاضل المطلوب من عندنا طبعا هنا أنا يقول لك إذا تيت شو اسمه أكثر طلاع شوف ذني البقية اللي هو ورب فلتر فوتومتريك سيستيم لايوت فلتر فلتر فلو طبعا هذني مسميات أصلا ولا واحد بينا سامع عنها. أنا من الناس ما سامع عنها ذني. على حال إحنا ما محتاجين غير مثل إذا يعني بولاريزج فلتر شوية مهم وذني هن من الشورت إلى الدايكرولك فلتر ذني مهمات طلابنا فاضل. ومثل ما قلت لكم أنه يجب أن يكون كل واحد بينا يفهم ذني ليش حتى بالذات هذا النوع مثل لونج باس والشورت باس والمونوكروماتيك فلتر والانفراريد واليوبي ذني باكر عقبة مثلا من نحتاج او مو نحتاج عفوا ونمر عليها ما نتفاجئ بهالمسميات هذه. واضح. واللي احنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.